ينضم إلينا من بيروت السيد مصباح العلي مستشار وزير الإعلام اللبناني. مرحبا بك معنا حضرة المستشار في هذه النشرة على شاشة القاهرة الإخبارية. إذن على المستوى السياسي والدبلوماسي، كيف ستتعاطى الحكومة اللبنانية الآن أو بالأحرى الدولة اللبنانية مع تصعيد بعلبك؟ من أين ستتحرك؟ أولا، لقد أقدم العدو الإسرائيلي اليوم على توسيع دائرة الاستهداف اللبناني وقصف العمق اللبناني. هذا يعتبر تصعيد خطير للغاية، خصوصا أن منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي كانت لا تزال المناوشات إنجاز التعبير على الحدود الجنوبية مضبوطة إلى حد ما، ولكن يبدو أن إسرائيل مصرة على توسيع دائرة الاعتداء مع لبنان، ما يحتم حكما أن يعمد لبنان إلى الجهات الدولية لرفع الشكوى تجاه المراجع الدولية وتحديدا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، خصوصا بأن هنالك قوات دولية لحفظ السلام موجودة حتى الآن على الحدود ما بين الأراضي المحتلة وما بين لبنان، هي التي تضبط عمليات التصعيد العسكري مؤخرا. ولكن مع إقدام إسرائيل على قصف عمق البقاع اللبناني يعتبر مؤشر خطير، كما أن التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بأن العمليات العسكرية هي ستطال العمق اللبناني تعتبر كسر لقواعد الاشتباك، ما يحتم التعامل معها بلهجة مختلفة أو بلغة مختلفة خارج إطار الاحتجاج العادي. أعتقد بأن الحكومة اللبنانية بصدد تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي للاعتداء السافر الذي يطال المنشآت المدنية بالدرجة الأولى، رغم الذرائع التي تصفها إسرائيل بأن هنالك أهداف عسكرية تقوم بقصفها. هذا الأمر في القريب العاجل. أما في المدى المتوسط وهذا رأي شخصي، لا أعتقد بأن إسرائيل قادرة على أن تفتح الجبهة الجنوبية لعدة اعتبارات. ينبغي على حكومة نتنياهو أن تدرك جيدا بأن لا يمكن لها أن تصعد من عملياتها العسكرية دون أن تلقى رد فعل مناسب من حزب الله. طوال الفترة الماضية كانت عوامل أو دائرة العمل العسكري لا تتجاوز 10 كيلومتر أو 12 كيلومتر على جانبي الحدود. أما وقد امتدت الغارات الإسرائيلية حتى البقاع وهنالك تكهنات لأنها ستطال أماكن أخرى، فهنالك من المؤكد سيكون هنالك رد عسكري، وهذا ما يؤشر إلى أن المرحلة خطيرة أصبحت في لبنان. مع توقعاتكم إذن برد عسكري من قبل حزب الله، وحتى هذا كان على لسان نواب محسوبين على الحزب بأن هذا الأمر لن يمر دون رد، هل تتوقعون حدود وجغرافية هذا الرد أستاذ مصباح؟ ليس هنالك من تكهنات، هذا خاضع للخبراء العسكريين بكيفية الرد وطبيعة الرد، ولكن من الملاحظ بأن الردود التي كانت تحصل في الماضي كانت مضبوطة في الشق الأمني، بمعنى آخر أن حزب الله قام باستهداف كل أبراج المراقبة الممتدة على الحدود، كما قام بتصويب صواريخ مركزة على بعض النقاط الأمنية. أما طبيعة الرد وشكل الرد فهناك تكهنات كثيرة، وهذا خاضع للمجال العسكري إنجاز التعبير. ولكن ما هو مقلق بأن التصعيد الإسرائيلي حكما سيستدرج رد من حزب الله، هذا الأمر يؤشر بأن لبنان دخل دائرة الصراع العسكري المباشر مع العدو الإسرائيلي، ما يحتم تداعيات وأثمان. لا أعتقد بأن لبنان حتى الآن هو بصدد التصعيد العسكري، أما وأن إسرائيل قد أقدمت على هذا العدوان فلا بد من مواجهة هذه المخاطر. نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا هاتفيا من بيروت مصباح العلي مستشار وزير الإعلام اللبناني.